السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد، رجعت لكم فيديو جديد. وبهذا الفيديو راح إن شاء الله نطلع سلاح بانك تونغ الرابع. لازم تلعبون مرحلة نان جونغ، مو هذه. أي وحدة كانت؟ لا، هذه كونكوست اوف نان جونغ. طبعا تلعبون ويا شو وتحطونه هارد وتنقون طبعا نان جونغ. بانك تونغ المفروض اني اسوي عن ويان، بس قلت اسوي عن بانك تونغ اول. بس باقي من شو هذا هذا هذه وهذه، هذه اخر وحده، هذه تنرفز. فاي خلنا نجي بانك تونغ بلبس وي. اوكي، هذا السلاح الرابع، تورنيدو ستاف، صولجان الاعصار، شيء كذي اسمه. الايتمز هذولي زينين. اي زينين، ممكن بدل هذه، ما اذكر انه كان في واجد اسهم، بس خلنا ناخذ هذه. حطوا مساعد هني، في قائد واحد بس لازم تذبحونه. شنو بعد؟ من نقي من نقي، ناخذ هذا. اوكي، شروط السلاح سهلة، هي سهلة وشوي طول. شو شال كونكر ذيس وور تورن لاند. اوكي، شروط السلاح هذا، في اشياء راح تطلع بهذه المرحلة، مكان يكون كله سم، ولازم ان يعني تحلون المشكلة هذه. ونفس الشيء بعد بمكان ثاني راح يكون فيه كله نسيت والله شنو يكون فيه، بس سووا شنو يقول جوغيليانغ وراح تطلعون السلاح عشان تحلون المشاكل اللي انت بس الحق بس. هذا شوفوني شنو اسوي. اي هذا اول واحد، السم. هذا السم، شلون تحلون السالفه، يعني شلون تحلون مشكلتهم؟ لازم تاخذون القلعه هذه. هذا هو انمي بيس ترانسبورت، بس انتوا الحقوا كلام الحقوا اسمعوا بس كلام جوغيليانغ وبتطلعون سلاح ان شاء الله. بتشوفون بالفيديو راح اطلعه. هذا حلينا المشكله. اوكي، لازم راح انقذ اللي وياي. اي على فكره، اللي يسال عن شنو احسن مرحله حق الايتمز وكذي، هذه احسن مرحله حق الايتمز عشان تطلعون ايتمز ليفل عالي. هذه احسن مرحله لان فيها ممكن خمس اماكن ايتمز، او مو خمس، اعتقد اربع صناديق ايتمز، ولازم تحطونها صعوبة كيوس، وبس اكسروا الصناديق اخذوا الايتمز وروحوا على طول حق القائد الاخير. مثلا هذا صندوق ايتمز، بس اذا ما خاب ظني العبوا ويا شو، لا تلعبون ويا، لا العبوا ويا نان مان، لا تلعبون ويا شو، لان ويا نان مان اتوقع تكون اسهل. ماني متأكد، وهي مو أسهل، لا ويا نامان أصعب، بس أسرع ممكن. أي هذه شو كانت؟ أي بيس؟ أي أخذ هذه البيس.
هذا الحلو فيه بانك تونغ دائرته حيل عجيبة. شوفوا شوفوا. لا ما راح احط الدائرة على هذا. انا حاطه هارد صح؟ اي حاطه هارد. اوكي يلا. اخذت القاعدة. ايوه ايوه وين رايحة؟ بس هذا خلونا نتأكد بس سريع. بس سريع عشان نتأكد عن الشروط مرة ثانية. اي اوكي اي اي بالضبط انا قاعد اسويه صح بس اتاكد عن شغله. اوكي 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 الامور سهلات. لا حد يحاتي هذا السلاح لانه مو صعب. كاهم جو. وين هذا؟ وين الفيل؟ تعال. لا عاد. شو شلون دائرة كذي من فوق أذبحه. مات ولا لحين؟ مات ها. شلون دائرته حيل عجيبة. أحب ألعب بانك تونغ خاصة إذا حواليني جنود واجد. أحسن واحد حق الوظيفة. وهو راح تشوفون شوي راح نطول لأن الخطوة الأخيرة يبي لها وقت على ما تصير. فيعني ما عليكم انتم قاعد تسوون كل شيء صح وهذا من اسهل الاسلحه صراحه. الحين قاعد افكر فيها من اسهل الاسلحه. هذول صندوقين واحد منهم حق ايتم. ما ادري اذا تبون ينزل فيديو عنه عن يعني الايتمز شلون تخلونهم اقوياء. مو ماخذين هذي؟ اوكي مو مهم. خلهم ياخذونه. اوكي شكلي راح انزل فيديو عن شلون طلعون ايتمز قوي. هذا مزعج مانجو. كم مرة يطلع بالمرحلة هذي؟ سبع؟ إذا رحتوا عند مكانه الأخير على طول يعني ما راح يطلع مرة ثانية. بس طبعا راح يكون أقوى من كذي. أوكي خلينا نكتشف هذا المكان اللي هني عشان يطلع بالخريطة. اوكي هذا الخطوة الأخيرة. الأرمر تروبس لازم تذبحون وتوغو هذا اللي هني. وأتوقع أن لازم تذبحون بعد أو تاخذون القلعة اللي هني. ماني متأكد بس حنجرب. أخذوها يعني باب الاحتياط. بس لازم تذبحون وتوغو قبل يجون فرقة معينة. ايوه الحين اكسبلوسيف. المفروض الحين يطلع سلاح. المفروض. بس نقعد ننطر. عادي ترى ان يتاخر تاخر رسالة السلاح.
يعني لا تخافون، شيء طبيعي يكون هذا باللعبة. كاهم التاسك ليدر. كاهو فاليبل ايتم هاز بين ديسكفر. اذا مصدمين ليش، اذا مصدمين ان كل القواعد يذبحهم بسهوله، تذكروا ان اللعبه هذه نجمتين، فمعناتها ان صعوبتها مو عاليه، وتذكروا ان انا ماخذ سلاح الرابع، وتقدرون تسوونه بالسلاح الثالث عادي، بس انا قلت بحطه بالسلاح الرابع لان ما لي خلق احط سلاح ثالث وكذي وهذا، لاني انا طلعتهم يوم كانوا اسلحتهم ثالثه، فمعناته ان ترى سهل حيل. في بعضهم صح ينرفزون، بعضهم صدق ينرفز، يعني مثل الساحر الاصفر جان جياو، هو هذا حتى لو عندك سلاح الرابع سلاح الثامن سلاح عاشر ما راح يفرق وياه، اللاعب خرع. اوكي وين كان السلاح؟ كارو ما قدامي وينه؟ We must keep up the pressure on the enemy. اي كارو مرخش هذا السلاح. في بعد هني مدخل على اليمين، ما لازم اني اطلعه بس يعني اقدر اروح حق القاعد مره واحده، يعني اروح حق القاعد اجل. انا قلت يعني راح انزل عن الجزء السادس دام انه يعني واجد منكم يحبونه، وانا مو غبي يعني علشان اقول او انا اعرف شنو سبب شهرتي باليوتيوب، يعني منكم انتم ليش ضفتوني، لانكم تحبون السادس تبون فيديوهات عن السادس، فما عندي مشكله انا راح اسوي لكم فيديوهات ان شلون طلعون الاسلحه، مو الاسلحه سوري ما في اسلحه، شلون طلعون الشخصيات. بس يا جماعه اللعبه فاضيه، يعني اذا تبون اكملها اكتبوا لي بالتعليقات، يعني مثلا تحديات، يعني اتحداك تلعب بهذا اللاعب هذه المرحله على هذه الصعوبه وكذي يعني. تسكرت البوابة. اوكي لا عادي. المفروض انه يطلع الحين. المفروض يطلع الحين. وينه؟ ايوه كهو راح. يلا يا ابو الكينج. اوه وقف قدام الحصان. ملك عجل ها؟ يا اخي عجيب هاللاعب. هذه مرحلة صعبة اذا لعبتوا ويا نان مان، كنا صعوبتها 5 نجوم. اي ذكرت اذا كانت المرحلة صعبة يعني 5 نجوم فوق، ما في فوق 5 نجوم، 5 نجوم وتلعبونها كيوس، الايتمز اللي فيها راح يكون ليفلهم عالي، خاصة إذا كان عندكم ايتمز الايتم الحظ، وإذا كان يعني ليفل عالي راح يطلع لكم بلاوي، يعني حق اللي يبي حق اللعبة هذه. اوكي خلصنا سلاح بانك تونغ الرابع. اذا عجبكم الفيديو حطوا لايك اذا تبون، ان شاء الله راح اشوفكم الفيديو الجاي راح يكون عن ويان ان شاء الله، اشوفكم الفيديو الجاي.